أبناؤنا الطلبة الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. يسرنا أن نلتقي بكم في هذه الندوة التعليمية لمادة التاريخ للصف الثالث الثانوي الأدبي، ضمن سلسلة من الندوات التعليمية تقيمها وزارة التربية بالتعاون مع الفضائية التربوية السورية والمركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، الهدف منها تعويض المتعلمين الذين هم الآن مستقرين في بيوتهم عن الفاقد التعليمي الذين افتقدوه خلال هذه المرحلة. يسرني بداية أن أرحب بالسادة الزملاء الموجودين معنا، أستاذ أمين قداحة من تربية حماة، أهلا وسهلا بك، وأنت كنت مشارك أيضا معنا في تأليف المناهج المطورة، أهلا وسهلا بك أستاذ أمين. الآن سواعد جمال الدين من تربية دمشق، أهلا وسهلا بك، وأيضا كنت مشاركة معنا في تأليف المناهج المطورة. أهلا وسهلا بك دكتورة. زملاء، لدينا هاجس خلينا نقول لأداء أبنائنا الطلبة، وخصوصا الآن بعد العطلة أو الانقطاع المبكر خلينا نقول لطلاب الشهادتين الثالث الثانوي والتعليم الأساسي، هناك هاجس لديهم شكل الأسئلة وشكل الاختبارات، وهناك لدينا قضيتين لم تنتهي من إعطائهم في الميدان. كل هذه الهواجس استدعى أن يكون لدينا مجموعة من الندوات التربوية وأيضا من الدروس المصورة، سواء على موقع الفضائية التربوية أو على موقع المنصات التربوية الموجودة. الآن نحن كان مقرر بصراحة عقد ندوتنا اليوم عن القضية الرابعة، وهي كان نازل ببرنامج الندوات اللي هي عم تتحدث عن تبدلات السياسية، لكن احنا بنعرف ان القضية الرابعة هي معطاة في المدارس، يعني ابنائنا الطلبة هن عندهم فكرة واضحة كاملة عنها وما عندهم اي اشكالات فيها، لسبب انه هي كانت من خلينا نقول من بداية الفصل الثاني تقريبا اخذت حقها بشكل كتير كامل. للسبب هذا كان عنوان محور ندوتنا اليوم عن القضية الخامسة، وهي قضية بصراحة مفصلية خلينا نقول ضمن الكتاب، لأنه عم تحكي عن سوريا بشكل كتير مهم، وعم تحكي عن التبدلات السياسية اللي حدثت خلال مرحلة تاريخية نحن بنسميها التاريخ الحديث والمعاصر للجمهورية العربية السورية، وهي بعنوان مثل ما أنتم بتعرفوا تحديات الماضي وبناء المستقبل. بدأ معك أنسة وعد إذا سمحتي. نحن بنعرف أنه في عنا أسس بنيت عليها مادة التاريخ، صحيح، نتعرف هاي الأسس. طبعا بنيت مادة التاريخ على أربع أسس، هي السبب والنتيجة، الاستمرار والتغيير، وجهات النظر، والأهمية التاريخية. هي أساس في مادة التاريخ. سؤال هام جدا يعني بسألوا أبنائنا الطلبة، ويمكن هو أحيانا ممكن ما عاد بسألوا كتير بهاي الفترة، باعتبار أنه نتعرفوا على مجموعة كتير منيحة من الأسس. يعني سواء أساس وجهات النظر هن عم ياخذوا بكل قضية من العاشر ومستمر معهم حتى الحادي عشر والآن بكالوريوس خلال المناظرة، صحيح. الأهمية التاريخية أيضا ما لها غريبة عنهم، حتى الاستمرار والتغيير ما لها غريبة، لكن خلينا نأكد بشكل كتير أهم، أين ترد هذه الأسس؟ يعني أنا كمتعلم إذا بدي أتعرف على أساس الاستمرار والتغيير أو السبب والنتيجة أو أي أساس، أين ورد في الكتاب وكيف أنا بدي أشتغل عليه؟ في البداية لابدنا الإشارة إلى أمرين. الأمر الأول أن هذه الأسس الطالب النظامي الذي درس الصف العاشر والحادي عشر ووصل الآن للبكالوريا هو تعرف عليها ضمن منهاجه، تم إعادة التركيز عليها في كل قضية في بداية كل قضية، وطبعا تم التأكيد عليها مجددا في الثالث الثانوي الأدبي مادة التاريخ، حرصا على أن الطلاب الأحرار الذين لم يتعرفوا عليها في الصف العاشر والحادي عشر يتعرفون عليها ويبدأون بالتدريب عليها كأسس لمادة التاريخ. صفاتي ناخذ مثال على مثال. نعم، لدينا صف أخذ من القضية الأولى. نعم، لدينا مبدأ الاستمرار والتغيير. طبعا هو ورد معنا في أكثر من صفحة، ورد معنا في صفحة 14، الصفحة هي بداية القضية الأولى والتي كانت بعنوان متغيرات صنعت العصر الحديث. طبعا هناك شرح كافي ووافي بهذه الصفحة كما نشاهد عن مبدأ الاستمرار والتغيير. أيضا مبدأ الاستمرار والتغيير تقريبا ورد بكل قضية، ولأهميته في القضية الخامسة القضية الخاصة بسوريا طبعا عاد وورد أيضا في الصفحة 112 تحت عنوان تفاعل المبدأين، أي مبدأ الاستمرار ومبدأ يمكن التغيير. هذا اللي خلانا ناخذ مثال الاستمرار والتغيير، السبب انه القضيه الخامسه هي مبنيه على هذا الاساس، صحيح. هلا نحن حننوه بنقطه كثير كمان مهمه، انا كل الاسس موجوده في كل القضايا، لكن هناك خلينا نقول اساس بنيت عليه بشكل كبير جدا، يكون واضح اكثر، بيكون واضح. لكن ما بنقدر نقول ما في سبب ونتيجه، ما بنقدر نقول ما في اهميه تاريخيه، استوفت الاسس الاربعه مستوفي. استاذ امين، اذا بدنا نشرح بشكل تفصيلي ودقيق مبدأ الاستمرار والتغيير بعد إذنك. طبعا مبدأ الاستمرار والتغيير
هو نتيجة تفاعل الاستمرار والتغيير، فالتاريخ مستمر. نحن متفقين حتى بالقضية الأولى ذكرنا لأبنائنا الطلبة أنه مستمر التاريخ، فمهما كان مستمرا لا يخلو من تغيير ولو دقيق. وحتى إن كانت التغيير مفاجئ أو قوي لا يقطع استمرار التاريخ. وبالدليل القاطع أننا نحن الأحداث اللي عم تصير عندنا بسوريا حاليا لم تقطع رغم كل قوته وقسوته، لم تقطع استمرار الحضارة السورية. هي نقطة كثير مهمة أستاذ أمين، لسبب ونحن نتوقع مبدأ الاستمرار والتغيير أن هناك شيء مستمر وهناك تغيير جذري وجوهري هيقطع هذا الاستمرار. لا، نحن نوهنا بكتبنا أنه لا، فعلا التاريخ كتاريخ كأحداث كمجريات وكأشخاص وكأمور كلها موجودة وهي مستمرة، لكن مع استمرارتها هناك تغييرات طفيفة صحيح. تظهر على السطح، ما تظهر فجائية، لكن نلاحظ بعد فترة نحن كدارسين تاريخ نقول أن هذا الحدث أحدث تغييرا، فكان التغيير اللي بعده ظاهر بشكل جلي أكثر ما يكون ظاهر بشكل بطيء. طب خلينا نقول كيف أنا بدي أشتغل كمتعلم على هذا المبدأ، وليش نحن حطيناه بصراحة بكتبنا المطورة حاليا؟ أكيد بإمكان الطلبة وحتى بإمكان المدرسين زملاء المدرسين الاستفادة من مبدأ الاستمرار والتغيير في تحديد ما بقي على حاله، في ما الذي تغير، إجراء مقاربات ومقارنات بين الماضي والحاضر، معرفة المستمر والمتطور والمتغير وحكم على المتطور في ذلك اليوم. وفي نقطة كثير مهمة يمكن أنت حضرتك ذكرتها الآن، أن أنا أعمل مقاربات. يعني نحن بجمهورية العربية السورية بتاريخ القديم كان لنا باع طويل وكبير جدا بصنع الحضارة الإنسان صحيح. وتقديم منجزات الحضارة الإنسان أيضا في عصور الحضارة العربية الإسلامية أيضا كان لنا هذا الباع الكبير في تقديم المنجزات. الآن أصبح هناك نوع من التغيير نتيجة الظروف، خلينا نقول سياسية اقتصادية ثقافية أثرت، فكان عنا ما حنقول عدم دور لكن هي تراجع في هذا الدور الحضاري أو بتقديم منجزات الحضارة الإنسان. يمكن هذا الموضوع جالي واضح بشكل كثير كبير وحيلحظه المتعلم بالجدول الزمني الموجود ببداية الكتاب وبالقضية الأولى اللي عم تعطي توصيف لكل عصر مراحل التاريخ الإنساني في سوريا تمام لكل مرحلة من المراحل. أنسى وعد أحيانا يرد سؤال وهو سؤال هام جدا واحيانا يعني بيكون في هيك نوع من خلينا نقول من التهكم، انه لماذا ندرس التاريخ؟ ما الفائده ولماذا نكتب اصلا ماده التاريخ؟ يعني للاسف دكتوره هذا السؤال الذي يطرح علينا بشكل دائم، وحضرتك وصفتيه توصيف رائع انه هو نوع من التهكم. صحيح. طبعا التاريخ هو عباره اطلاع عن ما مضى بدراسة تجارب سابقة لأجدادنا، تجارب الحضارات الأخرى الشعوب الأخرى صحيح. لنحدد أين نجحوا فنستفيد من هذه العوامل التي أدت إلى نجاحهم، وأين فشلوا لأيضا نستفيد ولا نكرر هذه الأخطاء والمحاولات اللي كانت نوعا فاشلة. التاريخ هو أساسي لأخذ العبارة. هذه من ناحية. الناحية الأخرى أنا أزرت أن أفهم الآن لماذا أنا في وقتي الحاضر في هذا الوضع. إذا لم أكن قد قرأت واطلعت وحللت التاريخ في فترة زمنية سابقة لن أتمكن من فهم الحاضر، وبالتالي لن أتمكن من بناء صورة مستقبلية أفضل وأنجح. ولاحظ أنا لاحظ أستاذ أمين أنه هي قالت قرأت وفهمت وحللت. يعني قولا واحدا ما حفظت. يعني صحيح. يمكن هي المشكلة اللي أحيانا عم تواجه المتعلم أنه هو عم يلجأ لأسلوب ولأسلوب الحفظ، شيء طبيعي حيكون في عبء. صحيح. يعني أنا لما بلجأ بدي أحفظ كل الأرقام وكل الأحداث وكل الشخصيات وكل الأسماء مستحيل أني أنا أقدر أصل لهالمرحلة هي، فما حدا بيحفظ. يستبدل بالمهارات أفضل. تمام. لكن كلنا بنقرأ، إذا قرأنا كنا قارئين جيدين للتاريخ وبنقدر أنه نحن نشتغل عليه. ويمكن نحن بكتبنا فعلا لاحظنا هاي المشكلة صحيح. ووضعنا سبب أنه لماذا نحن نكتب التاريخ ولماذا نقرأ التاريخ. ما بعرف إذا بتعطينا هذا المثال بعد إذنك أين ورد في كتابنا وكيف ورد؟ هو أيضا ورد في صفحة 112 لماذا تحت عنوان لماذا نكتب التاريخ. وطبعا هنا نستشهد بقول رائع للطبيب والسياسي والمناضل الدكتور عبد الرحمن الكيالي. طبعا سوف أقرأ بضعة سطور منه ونوقف عندها. تفضل. وفقا لكلامه، رأيت أن أصدر كتابا يتناول أعمال السلطة المنتدبة وما جرى في سوريا من وقائع. السؤال الآن وهو الذي كنا نتحدث عنه، ولعل من يسأل، ما هي ضرورة إخراج هذا الكتاب الذي ألف في عام 1939 للميلاد والفرنسيون اليوم قد انتهى انتدابهم؟ الجواب إن بلادنا وإن استقلت فإن آثار الانتداب لا تزال تعمل عملها.
أنا سأتوقف عن القراءة الآن. طبعا الدكتور الكيالي هنا وصف توصيف دقيق لماذا نحن نكتب التاريخ. صحيح. هو قال أن الاحتلال الآن على أبواب الانتهاء في عام 1939، ولكن أشار بعبارات دقيقة جدا، إن آثار الانتداب لا تزال تعمل عملها. وهو هون لدينا ربط مع الحدث والمستمر والمتغير، لأن هذه الآثار هي التي سوف تؤدي إلى تغير التاريخ الجذري فيما بعد. نعم، سوف أتابع الآن، وهو الهدف الثاني من الكتابة، من التاريخ، من كتابة وقراءة وتحليل وفهم التاريخ. لا يزال منهاجنا خلق جيل وثاب للنهضة، مدرك للواجب الوطني، قادر على ملاقاة المصاعب. لذا وجب علينا نشر الكتاب، فهو في كل حال مرآة للماضي يقص عليها. سوف أتوقف هنا. الهدف الثاني ما هو دكتورة؟ جيل. نحن بحاجة إلى جيل يحمل الأمانة، واعي. يعني نعم. وصف بتوصيف دقيق، جيل واعي. نعم. منتمي. ولا أفضل من أفضل من هذا التوصيف. الجيل الواعي لما حدث سوف يتمكن من إيجاد حلول لأي مشكلة تواجهه في المستقبل. صح. وبالتالي متابعة بناء سوريا. بناء دوره، بناء دوره. نعم. بناء مجتمعه. دوري. صحيح. الآن آخر فكرة يتحدث عنها، فهو في كل حال مرآة للماضي يقص علينا كيف كان عمال فرنسا يشيدون صرح احتلالهم باسم المساعدة والإرشاد. وهنا الكذبة الانتداب، أي محتل وأي نوع من يحاول أن يجمل ما يقوم فيه. ثم الآن يقول لنا، يجلو لنا سياستهم، يتحدث الآن عن السياسة الفرنسية بكل عبارات دقيقة جدا، يجلو لنا سياستهم في إفقار الشعب وسلب أمواله وهدم المقومات الأدبية والروحية والثقافية التي هي أساس حياته وقوام بقائه. يحدد لنا كيف أضعفنا من مختلف المجالات، سياسية اقتصادية اجتماعية، وحاربنا بانتمائنا وهويتنا ناحية ثقافية. ناحية ثقافية، وخصوصا عندما قام بتغيير تاريخ، تشويه التاريخ، تشويه التاريخ. نعم. بدل أن يدرس تاريخ سوريا، الجمهورية العربية السورية، درس تاريخ الانتداب، تاريخ فرنسا. صحيح. تاريخ الفرنسي. ونحن لسنا ضد أن ندرس تاريخ العالم أو ثقافة العالم، لكن لا أن نلغي تاريخنا، تاريخنا الوطني. أستاذ أمين، تعقيبا على هذا الكلام، وردت فقرة هامة جدا في كل كتب المرحلة الثانوية، جاءت بعنوان تنمية المهارات الخاصة بك. صحيح. ووضع لها إخراج مميز، ووضعت لها حتى فقرات خلينا نقول مختلفة عن باقي الكتاب، الهدف منها أن تلفت نظر المتعلم أن هناك مهارة، وهذه المهارة عليك تنميتها، بمعنى أنها لا، المهارة لا تخلق خلق ولا توجد من عدم، وإنما أنت لديك، يعني تستطيع أن تقرأ بفهم، وتستطيع أن تحلل، لكن عليك أن تقوم بعملية التنمية. إذا قمت بتنمية هذه المهارات تستطيع أن تصل إلى مرحلة أن تمتلك المهارة، والمهارة هي بالتدريب. صحيح. هذه الفقرة كيف بدنا نعرف طالبنا عليها؟ وهي وردت بعتقد بصفحة 113، وهي عم تحكي عن خرائط المفاهيم. كيف نحن بنشتغل على هذه الفقرة اللي وردت في الكتب، وكيف منعلم طلابنا على التعامل معها؟ طبعا خرائط المفاهيم هي من أهم المهارات لإيجاد علاقات وروابط بين الأحداث التاريخية. فمثال طرحتي دكتورة بال113، عم يحكي عن خرائط مفاهيم عوامل تشكل الدول العربية العصر الحديث. نحن الأمر الطبيعي للبلاد العربية هي الوحدة تضامن، ونحن أدلنا قاطعة عنا من التاريخ، سواء في العصر الأموي أو العباسي أو الفاطمي أو غيره، أو حتى بالعصور الحضارة القديمة، الوحدة الحضارية لبلاد الشام والجزيرة العربية. فالأمر الطبيعي هو الوحدة. بينما هون وردت معي أنا أنه عوامل أنشأت الدول العربية، ساهمت في إنشاء الدول العربية المجزأة، عدة عوامل ساهمت. فمثالنا نحن هون عم يرجعنا مراجعة سريعة للقضايا الأربعة اللي درسناهن بسابقا، القضية الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. نعم. وبوجهة نظر الطالب والمتعلم والمعلم حتى ما يعتقد من نتائج مهمة ساهمت في نشوء هذه الدول. فمثال عندنا عوامل ساهمت في تشكيل الدول بالصفحة 113 مثل ما أوردتي، ما بعرف كيف واردة معنا على الشاشة، خليها تظهر. نعم. تمام. يعني أنا ليه بحب دائما نربط كلامنا مع مع الشاشة، مع المتعلم، لحتى يشوف أنه نحن كيف عم نجاوب على الأسئلة اللي بتمر عم تقول له باعتقادك. نعم. يعني أنت برأيك ما هي العوامل، ونحن مصنفينا عوامل سياسية اقتصادية وثقافية وسياسية واجتماعية. واجتماعية طبعا. طبعا وهذا بيأكد الترابط بمنهاجنا بكل خلال القضايا. فعندي بامتيازات اقتصادية طبعا من خلال دراستنا للقضايا الأولى والثانية، بيلحظ أنه في المتعلم من عدة نتائج ظهرت بالمجال الاقتصادي، فاستيلاء رأس المال الأجنبي على سبيل المثال على المراكز الاقتصادية الكبيرة في الوطن العربي،
ضعف منافسة البضائع العربية للبضائع الأجنبية نتيجة الامتيازات اللي منحتها الدولة العثمانية للدول الأوروبية، وتراجع وانتقال للزي الأوروبي المرتبط بالزي الأوروبي. صار في عندي مشكلات كبيرة، العزلة الاقتصادية حتى اللي صارت عندي، وكيف أوجد للتاجر العربي حل. في عندي نتائج ايضا اليقظه العربيه، اذا انتقلنا على اليقظه العربيه، ظهور المدارس وهي وردت بالقضيه الثانيه، تماما بالقضيه الثانيه، لما ظهرت عندي المدارس العربيه كرد فعل على المدارس الاجنبيه اللي حاولت تنشر ثقافتها مثل ما تفضلت دكتوره. المدارس العربيه كانت هي فينا نقول هي مفصل او دليل وعي، انتشار معنى المواطنه لما حكموا بعض المفكرين العرب عن الثوابت التربويه. نعم، اذا انتشار فكره المواطنه والانتماء والتأكيد على الانتماء الوطني والتراث، إغناء التراث والعودة للتراث. هم انطلقوا أصلاً من مبدأين، إحياء التراث، مبدأ أني أنا أعرف ما لدي من ذات، يعني تمام. كان عندنا مبدأ والاستفادة، والاستفادة من تمام. الآخر نعم. التواصل مع الآخر تماماً. وهذا الشيء ورد معنا بالجانب الاجتماعي حتى بأساليب الاحتلال. نحن لاحظنا بفقرة وردت لماذا التجزئة، وردت معي أنا احتلال الدول العربية أو المناطق العربية فينا نقول بأوقات مختلفة وبأساليب مختلفة، أدى لظهور عدة أساليب الاحتلال. يعني القضية الرابعة وردت عدة أساليب تماما، رح ننوه عليها نحن فض. ولكن كل دولة أوروبية مارست سياسة خاصة بها، صحيح. بريطانيا على سبيل المثال مارست سياسة الحماية، أسلوب الحماية بين بريطانيا وفرنسا، الاحتلال المباشر. وهذا الشيء أدى لظهور ثورات بالبلاد العربية تسعى لحل المشكلات الداخلية بنعزل عن الاخر، يعني فرض علي واقع خاص، فانا صرت بحاجه لاني اشتغل على واقعي الخاص عوضا عن اشتغل على الواقع العام او على الوحده بشكل كامل. فهذا الشيء رسم فينا نقول بوادر التجزئه في البلاد العربيه. عدا عن ذلك، بعد انتهاء الحرب العالميه الاولى عام 1918 وانعقاد مؤتمر الصلح في باريس اللي كان المفترض منه يكون هو بنهايه الحروب وبدايه السلام، كان بدايه حروب جديده ومؤامرات جديدة على البلاد العربية، تحديدا على المنطقة العربية. تطبيق سايكس بيكو ما اتفق عليه بالخفاء، وبيت جورج كلمنسو فيما بعد، وحتى فيما بعد سان ريمو وما تبعه من اتفاقيات ومؤامرات في الخفاء كانت، وبعد بالفور طبعا كرست التجزئة ورسمت الحدود الطبيعية الحالية فينا نقول للبلاد العربية، رسمت الحدود هي. بالتماسك الاجتماعي نحن اوردت كثير فكره مهمه لما حكينا عن المجتمع المتماسك حتى. النهضه تحتاج لوعي ذاتي، وهي من اسس ماده التاريخ ان الوعي بالذات اساسها هي الوعي. وهي عم ترتبط بصراحه، انا يمكن حاقطعك شوي استاذ امين، ان هي عم ترتبط بشكل كبير جدا مع اسس الاطار العام الوضعي للمناهج ككل. صحيح. يعني هون كان في بعض زملائنا يمكن هلا خفت كمان كثير هي الظاهره، انه عم يلاقوا بعض الاسئله احيانا، لماذا وضع هذا السؤال؟ صحيح. ما الفائده منه؟ هو عم يكون عم يرتبط بتنميه الذات لدى المتعلم، وهي احد اسس الاطار العام. يعني انا لا يجب ان استفيد بشيء ذاتي من مادة التاريخ، أضع هدف، يكون لدي رؤية، أعمل مبادرة، هي كلها عم تعمل لي تنمية مستدامة ذاتيا. هي أحد الأسئلة، لكن حاليا شوي كتير خفت خلينا نقول عن زملائنا، اتضحت الرؤية، اتضحت الرؤية والصورة بالنسبة لهم على نوعية هذه الأسئلة. تفضل أستاذ. بفقرة التماسك الاجتماعي والمرحلة اللي كنا نتحدث فيها عن التماسك الاجتماعي، الوعي للذات، معرفة واقعنا، انه في مشكله حددنا مشكله نحن، ورجعنا لتراثنا من عادات وتقاليد ولغه وغيرها من منجزات، والاستفاده من الاخر ادت لتمازج ثقافي بين الشعوب. صحيح. استفدنا نحن من الثوره الفرنسيه وافكار الثوره الفرنسيه، استفدنا من كثير تجارب اخرين. صار عندي تمازج بين الشعوب، صار عندي يقظه عربيه، ظهرت شيء مفهوم اليقظه العربيه، وظهور مفكرين تجلت افكارا طبعا مثل ما نعرف بصحف مجلات بنوادي، ادت الى الاستقلال فيما بعد عن الدوله العثمانيه، كانت هي عامل مساهم. ولكن مثل ما قلنا اساليب الاحتلال ادت الى التقسيم، التجزئه والتكريس فيما بعد. هلا انا لاحظت ملاحظه استاذ امين، انك انت يعني قمت بحل هذه خريطه المفاهيم وجمعت مجموعه من الافكار المتعدده اللي بكل المجالات، الحضاره اللي احنا بالاساس بانينها ايضا مناهجنا عليها، صحيح، اللي هي الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتطرقت لمجموعه افكار بعده قضايا. صحيح. سؤال، احد اهم الاسئله التي سترد بالاختبار النهائي هي عن خرائط المفاهيم، هل ستكون بهذا التعقيد؟ طبعا لا. وهل ستكون الى هذه الدرجه؟ يعني انا منين بدي اجيب افكار، وكيف بدي اشتغل على خرائط المفاهيم بالامتحان الاخير؟ صح. وكيف انا بدي جاوب
هل انا بحاجه لكل؟ اكيد لا، اذا بده يكون هيك بده دليل تاريخي مع الطالب اكيد لا. بتكون ببساطه اكثر طبعا، بيكون في نص امام الطالب موثق بنص وواضح النص وافكاره واضحه، ويطلب من الطالب تحويل خريطه مفاهيم اي بايجاد علاقات او تفريعه فينا نقول او تحليل النص التاريخي، او ممكن يجينا الخرط المفاهيم كامله ويطلب من الطالب ايجاد العلاقات فيها بتحويل النص تاريخي. تمام، يعني حول الخريطه لنصا تاريخي ضمن الالتزام بشروط اللي هي الروابط، ايجاد الروابط ايضا العلاقات بين النصوص التاريخيه، مفهوم الرئيس، مفاهيم الرئيس الفرعي اقل فرعي طبعا، واتجاه الاسهم، اتجاه الاسهم طبعا. عم يعطيني هو نص تاريخي، عم يعطيني فهم لهالماده، جمع لي اياها وكون لي هالماده امامي. نحن هذا وهي نحن بنقول كثير نقطه كثير مهمه، هل يستطيع المتعلم اذا انا اوردت له خريطة مفاهيم هل يستطيع إعادة تشكيلها على شكل نص تاريخي؟ فإذا هو عم يشتغل على عملية التركيب، يعني أنا على مستوى هل أنا قادر قم فهمت وحللت ووصلت لمرحلة أنا الآن عم قم بعملية التركيب صحيح. أو أنا أمامي نص تاريخي هل أنا أستطيع أن أحوله إلى خريطة مفاهيم؟ إذا أنا عم قم بعملية التحليل هذا النص التاريخي وإيجاد علاقات فعلا عم تربط صحيح. بين الأفكار الموجودة في هذا النص صحيح. أنسى وعد بننتقل لسؤال أيضا مهم جدا في الاعتبار وهو الخريطة خريطة جغرافية. كيف سترد الخريطة الجغرافية في الاختبار النهائي؟ وأين سترد وكيف سأتعامل معها أنا كمتعلم في الاختبار؟ نعم طبعا نحن الاختبار النهائي يتألف من 4 مجموعات من الأسئلة. المجموعة الرابعة والأخيرة هي سوف تكون إما خريطة جغرافية أو مخطط بياني. إذا لن تكون أمرين مع بعض، لا. يعني يا خريطة جغرافية يا أما مخطط بياني، هذه المهارة وليس المهارة. تمام بالتأكيد طبعا هي لديها سوف يكون لديها 70 علامة يعني عندنا مجموعة من الأسئلة وموزعة علاماتها بشكل صحيح. دقيق طبعا نحن رح ناخذ مثال على خريطة بقضيتنا هي الخريطة طبعا تحدث الآن عن مناطق الثورة. أنا هقاطعك بس قبل ما تكفي أنسة وعد، هل سيرسم الخريطة إذن المتعلم؟ حتما لا نعم نحن ضمن إذن حتيجي مرسومة نعم طبعا نحن ضمن مهارات مادة التاريخ هي الإدراك المكاني كتابنا مزود بخرائط لها أهمية جغرافية لأن طبعا العاملان التاريخي والزماني والمكاني يكملان بعضهما صحيح. البعض فلذلك الآن أنا أود أن أقيس مهارة الإدراك المكاني لدى الطالب. أنا لا أطلب منه رسم خريطة، الخريطة أمامه. طب ما هي الأسئلة التي يمكن أن تكون على هذه الخريطة؟ نعم طبعا في احتمال نحن نطلب منه أنه لما نشوف الخريطة أمامه طبعا الأمر الأول أنه أنا عندي المفتاح. أمر أساسي طلابنا الأعزاء أنه نحن نتوجه للمفتاح، المفتاح بيسهل علينا نفهم كل تفصيل موجود بالخريطة، الجهات موجودة بالخريطة، أنا بدي أحدد مكان، أيضا ممكن أقول شمال جنب، يعني نستعين بكل تفصيلة موجودة بالخريطة لأنها وضعت لهدف محدد أكيد. وهام جدا. ممكن أنا بعد ما طبعا طلعت على مفتاح الخريطة ودققت بتفاصيلها، ممكن يكون عندي سؤال ضع عنوانا مناسبا لهذه الخريطة. أيضا في عندي ممكن استخلص أهمية مكان، فأنا بدي أحلل هذا المكان، أهمية موقع الاستراتيجي، قربه وبعده عن المسطحات المائية، هل هو مثلا فيه طرق تجارية، هل توجد فيه سكة حديد، وكل هاي الأمور أنا سواعد ممكن أن تكون واردة بالمفتاح كلها يعني بالمفتاح. عندما يكون لدينا مثلا أن نتحدث عن موقع مكان ممكن أن يكون فعلا عم نرسم سكة حديد موجود صحيح. بالمفتاح صحيح. أنه انتبه ابني هناك سكة هذا المكان وموضوع عليها او هناك سكة حديد تمر منه، يعني كل هاي التفصيلات تعتمد الأهمية. على اي مدى انا قدرت اقرا بدقه صحيح. مفتاح الخريطه صحيح. هو هون نقيس مدى هذه المهاره موجوده لدى الطالب ونحن لا نسال سؤال الا يكون له مفتاح او اشاره ضمن ونحن هي بنسميها ادوات صحيح. يعني نحن حنقيس من خلال الخريطه الجغرافيه نعم. مهاره الادراك المكاني صحيح. فاذا انا عم زود المتعلم بكامل الادوات اللازمه لقياس المهاره صحيح. يعني انا مستحيل قيس مهاره دون ادوات، يعني مستحيل انا كيف بدي اقول له اعبر له مثلا عن اهميه موقع اي مدينه وهيك يعني هو لازم من يذكر العدم. من العدم كل شيء امامه هو مهمته ماذا ان يربط الان تمام. وكما ذكرت المفتاح هو الاساس لدينا ايضا احتماليه ان استنتج معلومات من هذه الخريطه الأمر الأخير الذي يجب الإشارة إليه هو هل يمكن أن نحول هذه الخريطة إلى نص؟ فصح كيف؟ طب.
الآن التوجه الأول هو مفتاح الخريطة. الخريطة لأعرف كل رمز إلى ماذا يشير. أنا مثلا لدي الآن مثال نتابعه سوا لو سمحتوا. طبعا هنا لدينا خريطة تتحدث من القضية الخامسة عن مناطق ثورة الساحل والشمال بقيادة الشيخ صالح العلي وثورة الشمال بقيادة إبراهيم هنانو. فأنا الآن رح أطرح عدة أسئلة. تمام، مثلا فيني أقول للطالب ما المناطق التي امتدت. خلينا ناخذ اتصال الآن سواعد بعد نعم. إذنك ونرجع من كفي إذا سمحتي. نعم. تفضل معنا عدي، تفضل. ألو. عشان لو سمحت، هلا في بعض الأساتذة يعني يقولوا لنا أنه التاريخ فهم، هو فهم ولا كيف مش فهم؟ لا هو فهم، بحيث ما حدا عم يعرف كيف بده يدرس. لا لا هو فهم. حفظ حيكون، هلا حننوه لسؤال الحفظ، هيكون عندنا سؤال حفظي، لكن هذا السؤال الحفظي نسبة علامته فقط 20 علامة فقط من مجموعة 300 علامة. وكنا هلا عم نقول أنه يجب أن يكون أمامك شيء يساعدك على أنك أنت تتذكر شو بدك صحيح. تكتب. يعني بمعنى نحن سابقا بنموذجنا السابق كان عنا نقول له نحط له ثلاث أسئلة ونقول له جاوب على سؤالين. نعم. وهذول السؤالين ما لهم علاقة بكل الأسئلة الواردة في الورقة. صحيح. الآن لا، الوضع مختلف تماما. صحيح. يعني حيكون مثلا ورد سؤال بالامتحان الموحد لطلاب التاسع، هو سؤال حفظي. نعم. وهو على نفس المبدأ بيكون بالثالث الثانوي. نعم. السؤال نص عن الثورات الساحل ضد الاحتلال الفرنسي، وجاء السؤال لماذا انطلقت هذه الثورات من الساحل، في يمكن انقطع معنا الخط وكيد عم يتابعنا. لماذا انطلقت هذه الثورات ضد الاحتلال الفرنسي من الساحل. نعم. والنص عن الثورات، فأنا كمتعلم صار عندي أساس، عندي أداة، عندي ركيزة. نعم. انطلق منها لأعطي الجواب الصحيح. يعني مو ما حيكون عندي مني سؤال هيك ما له أي علاقة. نعم. ممكن يكون سؤال الحفظ على الجدول الزمني، ممكن سؤال الحفظ على الخريطة الموجودة أمامي. نعم. لكن أنا في بين إيدي أدوات تساعدني. والسؤال الحفظ برجع بركز على أنه لن يتجاوز علامته 20 علامة، واحتمال يكون عندي منك كثير من نقطة كثير مهمة أنك أنت تقدر تأخذ الإجابة من النص الموجود أمامك. نعم. فيعني بالنتيجة أنت حتقدر تكتب وأنت مرتاح، لأنه في نقطة كثير مهمة. صحيح. نحن دائما متعودين على أنه أنا إذا بمسك الكتاب وبقعد أنا هيك بسمعه لحدا فأنا بكون حفظت. المبدأ عكس تماما بالمواد الأدبية. كل ما أنا تدربت على أني أشتغل على مبدأ خرائط مفاهيم، خرائط جغرافية، مخطط بيان، خط زمن، إيجاد علاقات، مبدأ سبب ونتيجة، استمرار، أنا بكون عم بحفظ المعلومة وعم تتخزن. صحيح. بالعقل اللاواعي دون أن أجبر نفسي وأقصرها على أني قم بعملية الحفظ. نعم. فهن هاي اللي هن القلقانين منها. نعم. ونرجع منطمنهم أكثر أكثر، لن يكون هناك حفظ أرقام ابدا. الارقام امامك والمطلوب تصميم خط زمني عليه. صحيح. صحيح. هذا المطلوب، يعني الموضوع مختلف اختلاف جذري عن النموذج السابق. عن النموذج السابق وعن انه مبدا اني انا هل انا بحاجه لاحفظ. صحيح. يعني هن طلابنا الانين انه هل انا بحاجه لاني احفظ. صحيح. وشو بدي احفظ يعني اذا انت بتقول لي في سؤال. طب كيف لاحظ إن الفكره انه المبدا انه في جزء من الاجابه امامك والنص حيساعدك وانت حتقدر تكتب. يعني صحيح. احيانا بيكون السؤال نفسه يحمل الاجابه. تماما، احيانا ممكن دلاله صغيره للاجابه. نفس السؤال يعني. نعم. يحمل الاجابه. نعم. صحيح. نعم. كيف بتفضلي يا سواد، يمكن كنا عم نحكي على الخريطه وخلينا نعطيها حقها بعد اذنك. طبعا. لانه هي اول مره. بالتاكيد. طبعا احنا ذكرنا انه بالمجموعه الرابعه بالامتحان او بالاختبار النهائي هناك سؤال اما عن الخريطه او المخطط البياني. بياني. تمام. طبعا احنا اهم شيء عندما تكون امامي خارطه ان اتوجه الى المفتاح. كل رمز في المفتاح يعني مهم جدا ان انتبه له. لدينا مثال الان من القضيه طبعا الخامسه التي هي نتحدث عنها اليوم، نعطيها معظم اجاباتنا. يتحدث عن مناطق الثورات. لدي الان رمز لمنطقه ثوره الساحل بقياده الشيخ صالح العلي، ورمز اخر لمنطقه ثوره الشمال. الان ممكن ماذا تكون الاسئله عليها؟ ممكن ان خلينا ناخذ رمى معلش بعد اذنك اذا سمحتي. بالتاكيد. باعتبار انه طلابنا مباشره على الهواء. طبعا. فهن يمكن تلبيه احتياجاتهم. اكيد نحن هون مشانهم. تفضلي رمى. مرحبا. الو. 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 علي صوتك بنتي، تفضلي. ايه انا بدي اسالك عن مربعات الصفر، يعني لازم نحفظهم ولا لا؟ اي مربعات صفر بنتي؟ يلي بيكونوا تحت الاسئله، يعني تحت الفقره.
لا هلا هلا انت لا في في نقطه كثير مهمه، انت عم تحكي مو على المنهاج هذا، عم تحكي على المنهاج القديم. لا هو المنهاج الحديث. حديث؟ ما هدول فكر فيه بنتي، هدول فكر فيه، وهدول مجموعه من الاسئله على الفقره الموجوده امامك، كيف بدك تحفظيهم؟ اسمحي لي انا جاوبت. ايه تفضلي يا سواد. طبعا سؤال نحن بالميدان كثير يعني نحن بس ننتهي من شرح فقره تحليل العمل عليها ما هي المهارات الموجوده فيها، ننتقل الى فكر فيه. طبعا خاصه ببدايه العام الدراسي كان دائما يطرح هذا السؤال، نحن هدول الاسئله نحفظ اجوبتهم؟ لا اكيد هذا لا. نفس السؤال راما شو بنجاوب؟ شو بنجاوب في الاخير؟ شو بنجاوب اكيد لا. فنحن كنا دائما نحن هي الاسئله طبعا لها علاقه بالنص، وهذا نفسه النموذج رح يكون امامنا بالاختبار النهائي. هي الاسئله للتدريب وليست للحفظ. صحيح. لا بنتي في نقطه كثير مهمه، يمكن ما بعرف راما اذا ضلت معنا على الخط ولا فصل الخط. هاي معي إيه؟ طيب راما في نقطه كثير مهمه، الاسئله الموجوده امامك هي عباره عن نوع من التدريب على كيف سانا اعمل في الاختبار. صحيح. يعني بمعنى عندنا يمكن سؤال وهلا موجود صفحه 115 اذا موجود امامك الكتاب يا ريت تفتحي. لاحظي شو عم يقول له، عم يقول له ما اهميه، ونحن كنا حاطينه بسؤال الاهميه. نعم عم يقول له ما اهميه، فانت لازم تتوقعي بالامتحان حيكون عند منك سؤال ما اهميه، لكن ليس هذا تدرج على كيف الأهمية. لكن أنا كيف بدي جواب على سؤال ما أهمية؟ صحيح. إذا إجانا سؤال بالامتحان ما أهمية كذا، أي موقوع أي موضوع، أنت بحاجة لأن تعرفي أن تجيب كيف تجيبي على سؤال ما أهمية. هو نوع من التدريب. وهو نوع من التدريب. سؤال ما دلالة أيضا، هذا السؤال عم أو على ما يدل، هن نفس المبدأ. نعم. هن المختلفين عن سؤال آخر هو ما الدليل. نعم. أيضا كان حيكون أمامك سؤال بس أنا كيف بدي جاوب على سؤال ما الدليل. أنت الآن عم تتدربي على المهارة. صحيح. وليس عم تقوم بعملية حفظ. صحيح. إذا بدك تحفظي هذه الأسئلة الموجودة في الكتاب فهي أنت أمام مشكلة، معناها أنت حترجعي لمبدأ أحفظ كل شيء وأحفظ الكتاب كاملا، وهذا أمر مستحيل. مستحيل. نعم. تفضلي أنا سبعد، بس خلينا شوي من أسرع. لا عندنا اتصال من منير. طب ناخذ اتصال. تفضل تفضل منير. تمام منيب تفضل. الو الو علي صوتك ابني تفضل. الو اي تفضل سامعتك. بس بدي اسمع الموجه. بسمع الموجه والله. لا علي صوتك ابني معلي. بس بالنسبه للتفكير الابداعي. ايه شبو يعطيك العافيه انسي. اهلا وسهلا. تفضل يعطيك العافية أنسين. ايه تفضل تفضل سمعانتك كفي. ايه بس بالنسبة للتفكير الإبداعي. ايه الصفحة 144 انه كيف انه التنمية كيف بيجي السؤال عليه بالامتحان او بس تشرحوا لنا عنه شوي. تمام صفحة اي صفحة؟ 144. 144 هلا يلا بنشوفه وبنعطيك جواب مباشرة، بس أنت لازم تعرف في نقطة كثير مهمة بالتفكير الإبداعي ابني. في بعض المهارات اللي احنا لك موجود امامنا. نعم. نحن طالبين منه للمتعلم انه احنا كيف نحن بنشتغل على موضوع الطلاقه والاصاله ومراحل التفكير الابداعي، يعني حتى نحكي بشكل يعني خلينا نقول اكثر دقه علميه. نعم. بالاختبار الاخير ما حيجي يقول لك عرف الطلاقه. صحيح. اكيد لا. ما حيجي يقول لك ما هي مراحل التفكير الابداعي، اكيد لا. لكن نحن حيكون عند منك سؤال هنختبرك فيه، حنشوف الى اي مدى انت قادر تفكر ابداعيا. صحيح. حضرب لك مثال الخط الزمن. نعم. لما عم نطلب منك ان تصمم خطا زمنيا او انك تحول خريطه المفاهيم الى نص تاريخي، حنشوف الى اي مدى انت قادر تفكر ابداعيا وتعطينا. نعم. نص تاريخي متماسك. صح. متوازن محقق الشروط، العلاقات، الاسباب، النتائج، المفهوم الرئيس، مفهوم اقل عموميه، الخط الزمني انت كيف حترسمه؟ نعم. هل انت حترسمه عشوائيا؟ حتقسمه لوحده رئيسه؟ هل هو اعوام او بحسب الارقام الموجوده امامك؟ الارقام انت حنعطيك اياها، يعني في نقطه كثير اساسيه. نعم. حنعطيك الارقام لكن انت حتصمم. نعم. نحن حنختبر مدى ابداعك بطريقه التصميم، لكن نقول لك عرف الطلاقه اكيد. صحيح. أكيد هذا امر. تسمحي لي انا اضاف صغيره دكتوره على موضوع التفكير الابداعي. إيه؟ طبعا نحن كتابنا مثل ما تفضلتي حضرتك، نحن لما بنيت المناهج كان في عنا اسس خاصه اللي هي الذات وتواصل مع الاخرين. طبعا نحن طالبنا في عنا امور معرفيه، ولكن في عنا ايضا نحن نلقن مهارات في الحياه. صحيح. انت الان بعمر مقبل على متى ما اخذت البكالوريا انت رح تاخذ الجامعه، فانت الان ستبدا حياتك المستقبليه. فانت يجب ان تمتلك وسائل وادوات وما هي الخطوات حتى تكون مبدعا. صحيح. من حقك ان يكون لديك هدف تبدع فيه.
فنحن نواقله الآن أيضا مهارات حياتية نحن بحاجتها. صحيح، مثل مبدأ المبادرات أو مبدأ التفكير الداخلي. أنسة بعد أنا بس هنتقل بعد إذنك للأستاذ أمين، لأنه الموضوع موضوع الأهمية التاريخية باعتبار أنه هلأ كتير ورد معنا. نعم. أحد أهم المبادئ أستاذ أمين هو مبدأ الأهمية التاريخية. صحيح. كيف بدنا نجاوب على هذا السؤال في حال وردنا؟ خلينا نجاوب على نفس السؤال اللي ورد معنا هلأ. صحيح. ما أهمية المبدأ أن يكون يوسف العظمي قد غادر أو التقى مع قادة الثورة؟ نعم. ثورة الساحل في هذا التوقيت. تفضل. صحيح. طبعا نحن أوردنا موضوع الأهمية التاريخية في بداية القضية الثانية بصفحة 32، أورد معنا مبدأ الأهمية التاريخية وشروط الإجابة عن السؤال هذا. خلينا نشوفهم على الشاشة بعد إذنك أنسة وعد. تفضل أستاذ. فلدلالة على أهمية حدث، لمعرفة أهمية حدث أو أي شيء، يجب أن نسأل عدة أسئلة. مدى تأثير الحدث؟ هل كانت تأثيراته طويلة المدى؟ يعني مستمرة ولا انتهت؟ هم أهميته في الماضي، ماذا حدث من تأثير في الماضي؟ إيه كفي. ما أبرز المجالات التي أثر فيها اقتصاديا واجتماعيا أو ثقافيا حسب مجالات حضارة طبعا؟ تمام. كيف يرتبط بالوقت الحاضر؟ فسؤالنا إذا بنجاوب عليه، مثلا بنقول مهم لأنه من الناحية السياسية لأنه دعم الثورات ضد المحتل. تمام. مرتبط بالحاضر لأنه يؤكد على ضرورة الوحدة بين أبناء الشعب في مواجهة المحتل. أنا حوقفك أستاذ أمين وأؤكد على الكلمات اللي أنت عم تقولها بشكل دقيق. تمام. يعني أنا بيرد عندي سؤال أهمية تاريخية في الامتحان، يجب أن أقول هل هو مهم من الناحية الاجتماعية؟ هل هو مهم من الناحية الثقافية؟ هون عم أقول هو مهم من الناحية السياسية. تمام. لأنه إذن أنا بأكد على أبنائنا الطلبة، أنا كمتعلم بالاختبار يجب أن أذكر هذه العبارة. نعم. الحدث. صحيح. مهم. لا أنا بعرف أنه مهم، بس أنت كمتعلم بدك تقول لي كيف المجال. نعم. أي مجال. تمام. في أي مجال وبعدين كفيت نقطة مهمة. فأنا بقول للطالب مثلا لأنه تأثيره بعيد المدى. بعيد ما أعطيته الاستمرارية أنا بعيد المكان اللي استمر فيه. تمام. التأكيد على الوحدة، في التأكيد على الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال سياسيا. نعم. وعسكريا. فأعطيته أنا الأهمية والاستمرارية والمجال اللي أثر فيه وارتباطه بالحاضر طبعا من خلال أنه تأكيد على ضرورة الوحدة في مواجهة المحتل هلا في وقتنا الحالي حتى. تمام. وكل اعتداء على سوريا. تمام. وفي نقطة هون أنت أستاذ أمين عم تركز على عبارات دقيقة، يعني تمام. عبارات خلينا نقول علمية، يعني أنا مو بقول أهمية بشكل عشوائي وبقول هذا الموضوع مهم، نحن بنعرف أنه مهم. نعم. لكن أنا بدي إياك تقول لي من أي جانب هو مهم. نعم. تمام. من أي ناحية هو مهم؟ هل هو تأثيره مثل ما ذكرت طويل المدى؟ طويل المدى. هل تأثيره للوقت الحاضر؟ إذن ما هو الحدث؟ كيف أبعاد هذا الحدث؟ أنا بحاجة ليجاوب عليها المتعلم. طيب. في نقطة مهمة أنا سأعد، أنا حأخذ شوي بعد إذنك أستاذ أمين بشكل سريع الأسئلة الموجودة معنا حتى نحاول نغطي أكبر قدر ممكن. نعم. عن سؤال الجدول الزمني. نعم. ما هي احتمالات الأسئلة التي سترد على الجدول الزمني؟ نعم. طبعا لدينا مثال من القضية، طبعا هو دورات المؤتمر السوري العام. تمام. طبعا الأسئلة الواردة ممكن أن يطلب من الطالب ضع عنوانا مناسبا. مهمة الطالب الآن أن يقرأ الجدول، أحداث الجدول، ما الرابط بينها، ممكن أن يضع لها عنوانا مناسبا. أيضا من الأسئلة الواردة استخلاص أسباب ونتائج، إيجاد العلاقات بين أحداث هذا الجدول الزمني، ما المستمر، ما المتغير فيه. وأيضا سؤال كونه هو جدول زمني ونحن نعتمد بشكل كبير جدا على مهارة عفوا الإدراك الزمني، إلى ماذا أو ما الوحدة الزمنية التي قسم لها الجدول. الجدول الزمني. نعم. في معنى اتصال من تالا، تفضلي بنتي. نعم. ألو. ألو. تفضلي علي صوتك بس إذا سمحتي. بس ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي. هلأ أنا صف تاسع بس عندي مشكلة بسؤال الخط الزمني، أنه ما هي الوحدة التي قسم على أساس الخط الزمني، أنه عقود ولا أعوام ولا هيك؟ لأنه يعني الأساتذة صراحة عنا كثير عم يختلفوا على هذا الموضوع وما عم بعرف شو يعني كيف بدي حل هذا السؤال. طيب أنا هلأ حنحكي هلأ حنضرب مثال وحنقول لك كيف. تمام. في سؤال ثاني. أساتذة نحن بتعرفوا نقطة كتير مهمة، نحن عنا أربع وحدات، يعني نحن اختصرنا الموضوع على المتعلمين بأربع وحدات. صحيح. اللي هي حقب يعني آلف. نعم. تمام. فأنا حنقول لك بكل بساطة بنتي، لازم يكون العدد ببداية الخط الزمني عدد صحيح. نعم. وبنهايته عدد صحيح. بداية يعني ونهاية وحدة الزمن اللي مقسم لها الدور. تمام. هاي اللي أنا بقدر أقول هذا مقسم إلى كذا. نعم. فإذا أنا كانت بداية الخط الزمني هي ألف. صحيح. فأنا أمام منتصف الخط عندي رقم 2000 وعندي بنهاية الخط رقم 3000، فإذا أنا أمام حقب. إذا كان الموضوع مئات قرون، فإذا أنا حيكون أمام
مقسم الى 100 وحيكون واضح يعني. نعم. بدايه نعم. الخط حتكون مثلا خلينا نضرب مثال 1900 نهايته حتكون مثلا 2000 وحيكون في عنده 2100 فاذا نعم. انا مقسم الى مئات حيكون عشرات فهو حيكون الى عقود او اعوام ومئات. نقطه لازم ننتبه لها مو نعم. بالضروره يكون عندي مني 1900 1910 نعم. ممكن اقول 1890 مثل اللي ورد بالامتحان النصفي صحيح واضح كان عقود وكان واضح عقود تماما وكانت نهايته 1920 نعم. فالمجرد قالوا هون 1800 هون 1900 معناها 100 نعم. خطا قرنين مختلفين نعم ياخذوا الحدث اللي بالبدايه والحدث اللي وهذا خطا تمام تمام انت بدك تشوف البدايه والنهايه والاحداث التي في الوسط المؤشرات في الوسط يعني نتابع الاحداث التقسيمات الموجوده بالوسط تكون واضحه الدلاله هي الدلاله على تقسيم اذا هي عندها عاملين لازم تنتبه للبدايه بداية. تنتبه للنهايه صحيح هذا امر والتقسيم. الامر الاخر مرتبط ارتباط جذري يعني هي الاحداث الوارده هي الخطوط العموديه اللي حتكون موجوده على الخط الزمني واللي عم تعد عم تقول لي عد اذا سمحت يا ابني صحيح هل انا عم عد عشرات هل انا عم عد مئات هل انا عم عد الافات نعم. خلي جرب اضبط معه عشرات بي بعد 1 2 3 مبين حتى الاحداث يعني 3 تبين الاحداث اللي على الخط الاساسيه واضحه يعني نعم. انا لما اقول 1890 صحيح. وانا بعطيك حدث 1895 بعطيك حدث 1908 معناه اكيد انا عم اقسم على عشرات مستحيل انا بقسم صحيح صحيح. يعني هذا الأمر كتير واضح بس مع ذلك نحن بنربط الأمرين مع بعض نعم. البداية مع النهاية والأعمدة الموجودة بين الأحداث مؤشرات, مؤشرات, نعم. مؤشرات نعم. الموجودة بيناتهم طيب كنا عم نحكي الآن سوعد على الجدول وإن حطينا أمثلة أستاذ أمين في عنا فقرة كتير مهمة في الكتاب المرحلة الثانوية فقرة في الوقت الحاضر تمام. فقرة في الوقت الحاضر لماذا جاءت بهذا العنوان وما الهدف منه تماما في الوقت الحاضر هي كدليل ورابط وتأكيد على الفقرة السابقة وارتباط الماضي بالحاضر طبعا تثبت المتعلم أن المقارنة أيضا بالفقرة عندي أنا بالصفحة 117 كمثال معلم حضاري جاء بفقرة معلم حضاري باسم المتعلمنا بحاجة ليرجع للماضي ليفهم الحاضر ليحل مشكلات الحاضر ويتنبأ بالمستقبل يرسم خطط المستقبل لا يمكن أن يبدأ بالمحاضر مع نسيان الماضي فمثالنا في الوقت الحاضر في معلم حضاري تثبت ذلك من خلال الفكرة أنه الاحتلال الأوروبي أو الفرنسي لسوريا أو حتى الاحتلال العثماني قبلا ليس المقاومة كمقاومة عسكرية فقط يجب أن تكون مقاومة علم مقاومة ثقافة فعندي مثال ما قام به محمد كردعلي مؤرخ دمشق صاحب كتاب خطط الشام وخلي دليل على ذلك عندما قال محمد كردعلي ما قام بمبادرة خلاقة طبعا بإنشاء المجمع العلمي الذي لا زال مستمر حتى الآن باسم مجمع اللغة العربية وهنا عم بطل استمرار التغيير نحن تمام. تغير الاسم ولكن المضمون العمل قائم فقط الاسم فمجمع اللغة العربية عم يعطيني هون هو مهم جدا بالنسبة لطالبنا للوقت الحاضر وفي نقطة كتير مهمة أستاذ أمين أنه نحن عم نحكي على مقاومة سياسية بذاك الوقت تماماً ومنجي منعطيه فقرة منقول له لم تكن المقاومة هذه المقاومة السياسية فقط وإنما كانت أيضاً ثقافية إذن المجمع العلمي عم يأكد على أنه الناحية الثقافية وأي نوع من أنواع المقاومة لأي احتلال في أي وقت حتى في الوقت الحاضر يجب أن تكون على كل المستويات الأصعدة وكل المستويات نحن نعرف أنه كل احتلال كل الاحتلالات كانت قائمة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية كان في العامل الثقافي حاضر بقوة صحيح حاضر بقوة تماما أنسى وعد خلينا ناخذ أمثلة بعد إذنك لأنه يعني للأسف وقت تداركنا كثير تداركنا نعم. خلينا نعطي بعض الأمثلة على النصوص التاريخية نعم. لما بيكون عندي نص تاريخي شو احتمالات يكون عندي مني أسئلة طبعا السؤال يعني الاعتيادي هو ممكن ما عنوانا للنص أو ما الفكرة الرئيسة وما هي الأفكار الفرعية ايضا ناتي الان الى اسئله تتحدث عن تحليل النص الذي بين يدينا مثلا ما اهميه تحدثنا قبل قليل عن الاهميه دمام. ايجاد علاقات اسباب ونتائج او استنتاجات طبعا تكون الاجابات كلها واضحه بشكل صريح, صريح حتى حقيقه راي من دليل نعم. كل هذه الاحتمالات ممكن ان تكون نعم. وارده نعم. استاذ طيب هديل بس معنا تفضلي بنتي مرحبا اهلا وسهلا كيفكم؟ أهلا وسهلا فيك الحمد لله تمام أنت كيفك بهاي العطلة؟ هلأ أنا صف تاسع إيه تاسع ما في مشكلة عم تدرسي ولا لا؟ لا والله هلأ أنا عم بدرس هلأ كمان عم بدرس تاريخ تمام إيه بس حبيت أسألك هلأ أنت لأن قلتي الخط الزمني إذا كان مقسم يعني على 1000 و2003 تمام؟ تمام إيه قلتي لأن حط حقب صح؟
صح؟ صح. ايه فينا نحط كمان ألفية؟ طبعا طبعا بنتي اكيد الحقبة. هي ألف. ايه يعني احنا انت عندك احتمال لتكوني مجاوبة بكلمتين، اما تقولي آلاف وكلامك صحيح او تقولي حقب وكمان كلامك صحيح. ايه طب سؤال ثاني. تفضل. هلا انتم بتجيبوا لنا يعني سؤال قلتوا لنا يعني اكتبي طريق مثلا الغرب الاسباني والانجليزي للتجارة، فيكم يعني تجيبوا لنا هيك اسئلة؟ ما سمعت السؤال بنتي، عيدي بعد اذنك. يعني اكتب طريق التجارة الغربي الاسباني والانجليزي او يعني طريق التجارة القديم للحرير. لا لا بنتي لا انتبهي، بهالحالة هي اذا انا بدي اطلب منك اكتبي طريق التجارة الطريق للتوابل او لاي تجارة اخرى، معناها انا بفرض انه انت لازم الخريطة الموجودة تكوني حافظتيها. صحيح. يعني مستحيل بنتي. يعني لازم انتم تجيبوا لنا الخريطه لحتى نكتشف. طبعا بدها تكون الخريطه مرسومه وانت عم تشتغل مثل ما حكينا هلا الان بالبكالوريا. طبعا حتى اسئلتكم انتم باعتباركم تاسعه بدها تكون متناسبه مع فئتكم العمريه. ممكن تتبع الخريطه يعني مو نفس المبدا اللي عم يكون بنفس البكالوريا. صحيح. لكن خريطه مرسومه امامك وانت عم تستخلصي منها معلومه عم تشتغلي عليها وهي موجوده امامك. صحيح. ومفتاحها واضح تشتغلي عليه. نعم. طيب اهلا وسهلا فيكي بنتي. اهلا وسهلا فيكي. الرعب من الحفظ. طبعا اكيد لانه هن متوقعين انه لازم يحفظوا كل شيء. نعم. نعم. انا كثير سعيده انه انتم كنتوا موجودين معنا اليوم، لكن للاسف يعني كانت ندوتنا كثير قصيره. نعم. وطبعا يعني نحن كنا سعيدين انه اتصالات ابنائنا الطلبه اذا كانت هي فعلا لبت، لكن طبعا نحن عم نوعدهم انه الفضائيه التربويه عم تكون عندها ندوات على مدار خلينا نقول كل الاسبوع وعدة ندوات. حتى المنصه التربويه انا بطلب منهم انه يدخلوا على موقع المنصه التربويه، ايضا حيكون في عندنا ندوات وحيكون في عن اذا بحبوا حتى يسالوا اي سؤال حيكون في مين يجاوبهم مباشره لان مجموعه من الخبراء موجودين. انا برحب فيك استاذ امين قداحه من تربيه حماه، اهلا وسهلا بك. انسه وعد جمال الدين من تربيه دمشق، اهلا وسهلا بك. شكرا لك دكتوره. شكرا لكم ابنائنا الطلبه، واكيد بنلتقي فيكم بندوات جديده ان شاء الله. توفيق للجميع. توفيق. شكرا.